يا مساء الخير وأهلا بيكم في عالم العالمين، يوم جديد مميز من مهرجان العالمين اللي مستمر معانا لغاية نهاية الشهر الجاري. لسه فعاليات مهرجان العالمين مستمرة ودايما بتبهرنا بكل جديد كل يوم. على مدار الأيام اللي فاتت عشنا مع بعض أجمل اللحظات الغنائية والمسرحية والرياضية والترفيهية والثقافية، ولسه مهرجان العالمين كل يوم بنشوف فيه حاجة جديدة. عشان كده كل جمهور مهرجان العالمين والجمهور المصري والعربي بشكل عام مستني بكرة حدث استثنائي مع حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت ولقائه مع الإعلامي إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين، عشان يعزف لنا أجمل مقطوعاته السحرية بحفلته بكرة، واللي هنسترجع فيها معاه ذكريات الألحان القديمة ونعيش معاه أجمل الألحان الجديدة اللي وعدنا بيها. أما عشاق المسرح فيكون معادهم بكرة إن شاء الله في انطلاق أول عروض مسرحية البنك سرقوه على مسرح اليو أرينا بمدينة العالمين الجديدة. المسرحية طبعا من بطولة النجم الكبير أشرف عبد الباقي والنجم كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، أس ميرنا جميل، سلوى خطاب، وكتير كتير من النجوم. وخليني أقول إن كل اسم فيهم لوحده كوميدي، يعني لو قلنا أشرف عبد الباقي هو ليه باع كبير في الكوميديا واكتشاف نجوم الكوميديا من الجيل الجديد، كريم محمود عبد العزيز اللي بيفكرنا جدا جدا مش بس بباباه الراحل محمود عبد العزيز، لا كمان هو نفسه ليه كوميديا وإفهاته الخاصة بيه، أس ميرنا وليد، سلوى خطاب، سليمان عيد، كل دي أسامي لوحدها كفيلة إن هي تملى يعني الوقت بالضحك والفرحة، كلنا بنحب نتفرج عليهم. المسرحية في إطار كوميدي وهيبدأ عرضها اعتبارا من بكرة لغاية يوم السبت اللي جاي. ده طبعا غير الفعاليات الترفيهية اللي لسه مستمرة معانا من بداية المهرجان لغاية نهاية المهرجان. الحقيقة المهرجان في نسخته التانية بيخلينا نشوف كل ساعة حاجة جديدة، بيقدم لنا 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية وفنية من بطولة ألمع وكبار النجوم والفنانين وحتى الشباب الجداد والوجوه الجديدة، وفعاليات رياضية لنجوم وأساطير الألعاب المختلفة، بالإضافة للبرامج الترفيهية المختلفة والمتنوعة. احنا وزي ما تعودنا مع بعض كل يوم هننقل لكم أبرز الفعاليات والأجواء في مهرجان العالمين بتبقى عاملة ازاي من خلال فريق العمل اللي موجود على أرض العالمين الجديدة، لحظة بلحظة بينقل لنا الأجواء والفعاليات. فخليكم معانا مستمرين في متابعتنا عشان تعرفوا ايه الجديد في مهرجان العالمين الجديدة.